خير يا معلم؟ قلناش. الدكتور قال لي انك عايزني. جيت للحق. انت اللي عايزني. انت هبنى تعيش في حياتك متناقص. لو انا مت والسر اللي عندي انت ما تعرفوش. وانا ايامي في الدنيا قليلة قوي. عشان كده قلت اقول لك على اللي اعرفه. واخربها على الكل زي ما خربت عليا واتزليت. اتكلم. قول مين اللي دخل المخدرات في عربية السمك؟ هقول. الحياة بنعلمتنا ان الخيانة بتيجي من اقرب الناس، واللي خانوا ابوك هم اقرب الناس ليه. مين؟ انطق. احنا اللي بيقف قدامنا بندوسه. فاحسن لك تعقل صاحبك عشان ما نخلصش منه. والمخدرات هتدخل. يبقى العقل يقول ايه؟ نفع واستنفع. اسمع يا بشر، يا بشر يا اخويا المخدرات كده هتخش. انت جننت حاجه. عايز تدسل اخوك المخدرات في عربيته؟ ومين قال ان هو هيبقى في العربيه؟ احنا اللي هنبقى في العربيه. افرج جاته الطوبه في المعطوبه. وعشان كده لو انت هنركب العربيه في ده حامد اخويا. فهمت؟ اسمع مني يا حجاج، دي وزة شيطان. اسمع بقى مني انت يا بش، كلام الشيطان نفسه. اعوذ بالله. حامد خلاص اتقرت فتحته، وانا واللي ورايا مش هنسيبه يتهنى يوم على وش الدنيا. والمخدرات كده هتخش. يبقى انتوا تفدوه بدل شفيه الدماغ. يا بش معني. يا بش خلينا ننتهي شرهم. تصدق بالله انت اخ عظيم يا حجاج. اتفضل خد. بتقول ايه؟ هي كده الحقيقة، محدش بيصدقها. نفضل نجري وراها ولما تبلنا ندور وشنا عنها. بس صدقني هو ده اللي حصل. حجاج وبشر قبضوا ثمن البضاعة اللي دخلت العربية. وايه اللي يثبت لي كلامك ده؟ اللي يثبت لك ده انه قصاد الموت محدش بيعرف يكذب. وانا قلت لك الحقيقه في اخر نفس. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.